أنغام على طول نشعر لما تكوني موجودة بحضورك المميز وأغانيك الحلوة يلي بتختاريها على طول بتفوتي على قلبنا من غير من دون استئذان مثل ما بيقولوا. أنغام على طول نشعر أنك ضيفة شرف وتكوني موجودة معنا. شكرك. هالأغنية اللي قدمتيها أتمنى له الخير من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز من ألبومك الجديد اللي عم بيلاقي كتير نجاح وعم بيلاقي رواج كتير. بس كمان في رأي تاني بيقول أنغام أنه ما عم بيلاقوا هالأغاني الجديدة، في البعض ما عم بيلاقي هالأغاني الجديدة من حجم صوتك، شو بتردي على الخبر؟ أقول لك على حاجة، الفكرة أصلها مش استعراض، يعني الفن وجهة نظر، وأنا بشوف أنه الفنان كل ما كان قريب لقلب الناس وقريب للجملة اللي يقدر يغنيها الناس معاه هو ده بينجحه. يعني مش شطارة انه انا استعرض بصوتي واستعرض على الناس وصعب الجملة على الناس، يعني انا بشوفش ان دي شطارة، انما الاجمل ان انا اقول جملة الناس لو حب تغنيها معايا. انا بحب كل اغانيك، بحب اغنيها على طول. اهلا وسهلا فيكي على طول انغام، نحب انه نتلاقى معك ونكون موجودين بسهره مميزه ببرنامج ترتاتا. انا النهارده الحقيقه جايه عشان عيون الاسمر الحلو ده. يعني للاسف ايه، للاسف انا ابيض، انا ماني اسمر، يعني مش كرمال عيوني انا. انا جايه هات شويه. خلينا نتلاقى انا وياك. يعني انا صحيح تاني مره بحضر ترتاتا، وده من الحاجات اللي بتسعدني، يعني انما وجودي النهارده جنب محمد منير اعتقد ان ده يوم مش هيتنسي في حياتي، يوم كبير في حياتي، يوم يشرفني ان انا ابقى ضيفه على محمد منير حقيقي. يعني هيدا شيء بالنسبه لك هو محمد منير، بالنسبه لي محمد منير أنغام هيدا وجودكم كتير مهم، هدى أحمد زين العمر كتير مهمين مضوين اليوم منورين كلكم لابقين مع بعض. محمد حبيب أسألك كيف قدرت تجمع من بين اللي قدمته بحياتك الفنية، قدرت تجمع كل الطبقات كل الناس من كل الفئات حبوك، وكمان في شغلة كتير مهمة بتلفتني أنه ناس أجانب كمان ما بيفهموا يمكن اللغة العربية كانوا يحبوا يروحوا يشوفوك، يحبوا يشوفوا حضورك، كيف التفاعل إذا ممكن تقلنا محمد بين الجمهور العربي والجمهور الأجنبي؟ لأن هيدي ظاهرة. أولا بشكرك، يعني الجمهور جمهور في النهاية، الجمهور بيطلب الأغنية الحلوة بيحسها مش أكثر من كده. بالنسبة للجمهور الأوروبي يمكن هو متعود كتير إنه ملوش عرش في الأغنية، يعني عنده استعداد يسمع كل الاتجاهات وكل الثقافات. أنا بموت في الحكاية دي، بحبها قوي. بتحبها كتير؟ بس بتموت في النهاية أنا اللي يعنيني زي ما قلت لك إن أنا أقدم أغنية الناس كلها تقول عليها أغنية حلوة. حلوة ليه مش حلوة ليه ده موضوع تاني يعني، بس نفسنا نقدم كلنا أغاني جميلة. صح، يعني نفس اللي حكيته قبل شوي كمان أنغام بطريقتها يلي قالت يلي فسرت لنا إياها، نفس الشيء عم تحكوا نفس الموضوع عم نرجع نتلاقى كلنا سوا. هدى بدي أسألك، أول أغنية سجلتيها يلي هي كل ثانية؟ كل ثانية. كل ثانية أخذتيها على التليفون؟ الغنية صحيحة الخبرية؟ لا مش الغنية، سمعتها على التليفون. نعم. حبيتها، حسيتها قريبة لإلي، قلت لهم هذه كانت الغنية هي سمعنيها الشاعر الغنائي المؤلف الغنائي، هو بحب ينسب هيدا الصفة له، المؤلف الغنائي طوني أبي كرم، كانت كلماته ألحانه وحسيتها مهضومة جونا جو شبابي، قلت لهم هذه هي بديها، وعلى التليفون فعلا صارت، وتقريبا بعد شي جمعة سجلتها. يعني أوقات هدى لما تحكي مع حدا على التليفون بتحسي صوته قريب، بتحسي كأنه الشخص بتعرفيه، الغنية حسيتيها قريبة هالقد على التليفون؟ حبيتها لأنه حسيتها شبابية، حسيتها كلماتها منا صعبة، يعني سهلة تنحفظ وتتغنى، وأهم شيء فعلا يعني ما تصعب مثل ما قالت أنغام أنك فعلا ما تصعب الغنية على العالم، يعني يحسوا أول مرة سمعوها كأنه سمعينا أكثر من مرة، فهذا كان الهدف. وبس تلاقي الكلمة وتلاقي الجملة الصح والجملة الموسيقية تناسبك، فبتخيل بتكون غنية قريبة لقلبك وبتنجح. نعم. بعد الإعلان رح نكمل إحنا وياكم مع نجوم بتحبون كتير مكملين بجو كتير حلو مع ترتا بريك.